عاوزك بعد الله سبحانه وتعالى تعتمد على نفسك فقط، وإلا هتكون بتعلق نفسك بخيط ملهوش وجود في أي حتة في العالم. الرئيس جون كينيدي في خطاب الفوز بتاعه بتاع الانتخابات في سنة 61 في خضم الحرب الباردة قال إيه؟ قال My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. يعني يا إخوتي الأمريكيين، لا تسأل ما الذي تستطيع دولتك أن تقدمه لك، ولكن اسأل ما الذي تستطيع أنت أن تقدمه لدولتك. الخطاب موجود على النت تقدر ترجع له، وهو كان أول واحد يقول المصطلح ده جهارا كده، وانتشر بعدها في العالم كله انتشار النار في الهشيم، الناس كلها خدته وقلدته، وحتى الأمريكان وقتها كانوا بيقولوا الله دي كده تبقى جاب الضلافة خلاص بقى، ما هي لو أمريكا كانت ناوية تعمل لنا حاجة ما كانش الرئيس هيطلع يقول لنا ما تسألش أمريكا هتعمل لك إيه، ولكن قول أنت هتعمل إيه لأمريكا. وعندهم حق طبعا، ولا أمريكا ولا أي دولة هتعمل لك أي حاجة لو أنت ما عملتش حاجة لنفسك. انا متاكد انك هتقول لي بس ثانيه في دول الظروف فيها احسن من دول تانية، اقول لك معاك حق طبعا، ولكن خدها من واحد لافف مش قاعد في بيته وبيحكي لك. مفيش دوله كلها ايجابيات ولا دوله كلها سلبيات، والاهم من كده مفيش دوله هتكفيك ولا تسعك لو انت مطلوب ولو ليك سوء، لو انت بني نفسك كويس العالم كله يفتح لك ايديه. مش بقولك شعارات ولا تطمينات، انا بشد على ايدك وبقولك اوعى تستسلم لاي ظروف ولا اي احباطات. ابني نفسك، استثمر في نفسك، في تعليم نفسك. في باسبورين اتنين في الدنيا دي تقدر تاخد واحد فيهم، يا تتولد في عيلة غنية او دولة كويسة تقدر تسافر في اي دولة تحبها، ده مش بايدك ولا باختيارك، او تاخد الباسبور الافضل والاقوى ولكنه الاصعب، تعليمك. تعليمك هو باسبورك اللي هياخدك لاي دوله انت عاوزها. اوعى تقعد على جنبه وتتمنى انك تهاجر في مركب غير شرعي، ولا تدخل هروب لاي بلد، ولا تعمل لجوء. انا قابلت واحد مصري في دوله ما بيقول لي انا اكبر انجاز عملته اني عرفت اخرج بره مصر. طيب حلو، انت خرجت بره مصر، بتشتغل ايه دلوقتي؟ مفيش، ان شاء الله ربنا يسهل، بدور. يعني اذا كان خارج بيحلم بمستقبل افضل من غير ما يعد الخطه، اوعى تبقى زيه. في النهاية الرمود معاك، انت تعرف تعمل لنفسك اي مستقبل تحبه امتى؟ لو اشتغلت على نفسك وفحت في الصخر واعتكفت في اوضتك تذاكر وتطور نفسك. حجم الضغوط اللي عليك كتير انت قدها، المصاعب بتعمل رجالة. حافظ على الجانب الروحاني من العبادات والاذكار علشان الميزان عندك يتعدل. كلامي اللي بقوله لك ده عن تجربة. انا اخدت الباسبور بتاع التعليم لاني ولا اتولدت في دوله ولا في عيله غنيه، دوله كويسه هنا اللي هي باسبورها بيفتح العالم كله. صدقني بقول لك عن تجربه، اعمل زي كال نيوبورت ما كان بيقول لك سو جود دي كان اجنور يو، خليك جيد لدرجه ان محدش يقدر يتجاهلك. قوي نفسك في المجال اللي بتحبه، كن افضل واحد فيه لدرجه انه لا يمكن تجاهلك فيه. دي الطريقه اللي ارجحها لك، اي حاجه تانية هي مقامره. انت بتقامر بحياتك، ما تستناش تكسب اليانصيب، ما تستناش اسمك يجي في قرعه امريكا ولا هجره كندا. ياما عرب شفتهم في امريكا وفي اسيا وضعهم مش افضل حاجه ويتمنوا يبقوا مكانك دلوقتي حتى لو عليك ديون. وبرده قابلت ناس ما كانتش تعرف كوعها من بوعها والله العظيم، وهاجرت في ظرف مده صغيره سبحان الله، من عليهم ربنا واتجوزوا من البلد، ومنهم اللي كانت زوجته كويسه ساعدته واللي عملوا مشروع مع بعض و والدنيا فتحت معاهم. دول بيبقوا هدايا، هبة جات له من ربنا، مش حاجة تقدر تخطط لها وتستعد لها. اللي تقدر تخطط له انك تثبت نفسك، انك تكون افضل حد موجود في الساحة. انسى الواقع الصعب عن طريق انك تشغل نفسك بمستقبلك، حط هدفك قدامك والتزم بيه، عاهد نفسك تغير نفسك وحياتك للافضل. خليك دايما شايف هدفك، اي حد يرجع عن هدفه يرجع يغور، انت لا، انت مكمل. اللي الدنيا تاخده بعيد عن حلمه تاخده، مبروك عليه الدنيا، يشرب. انت حلمك قدام عينيك وباذن الله توصل له. ويا رب اسمع منك باذن الله تعليق بعد سنه او سنتين تقول ان حياتك بقت افضل بكتير. وافتكر ان ربنا لا يعجزه شيء، ربنا لا يضيع اجر من احسن عمله. اعمل اللي عليك وسيبها على الله وهو لن يخذلك ابدا باذن الله. ومتجربه، خليك فاكر العالم بره مش كله حريه ومساواه زي ما انت متخيل، هم بس بيجيدوا تسويق نفسهم ليك، بارعين جدا في لعبه المرايه والدخان. جرب تعمل مشكله في الصيني، في الصين مع صيني، شوف الحق يبقى مع مين. جرب كده في روسيا ان شكلك ما يعجبش ضابط البوليس، شوف هيعمل معاك ايه. اخواتنا الطلاب في روسيا عارفين قصص وروايات كتير عن فساد البوليس الروسي. اوعى يغرك نظافه الشوارع على شكل الطبيعه الحلوه، الناس هي الناس في كل حته. لو ليك حد في المكسيك خليه يحكي لك قد ايه الشرطه المكسيكيه ممكن واحد يبقى مطعون ومداس على وشه بالعربيه والجاني فقط يمكن ب 10,000 بيزو حوالي 600 دولار يطلع هو صاحب الحق. الشاهد العالم مش جنه، خلي عندك فكره عن العالم الحقيقي علشان ما تتعبش، اشتغل على نفسك وربنا مش هيضيع تعبك. اسف للاطاله ولكن الموضوع مهم جدا، لان الدوله اللي شبابها بيفقد الامل الدوله كلها بتتلاشى، فاوعى تفقد الامل.